طول الوقت البعض بيرى ان هناك انحياز من النقابه للاطباء. طبيعي. يعني لا مش طبيعي يا فندم. لا دي نقابه الاطباء المسؤوله عن الدفاع عن حقوقهم، لازم تنحاز للاطباء. لا الدفاع عن حقوقهم. طب اذا اخطا طبيب تدافع عنه ليه يا فندم؟ لا اذا اخطا بتحاول ان هي توعيه بحقوقه وتمنع التعسف لو بيه. حضرتك ده دور النقابه. حضرتك لو كنت نقيب المرضى مش نقيب الاطباء كنت عملت ايه؟ لا ده موضوع تاني. نقباء المرضى هم اعضاء البرلمان المسؤولين عن حمايه. لا واحنا نقباء المرضى. نقابه الاطباء هي المسؤوله. ايوه هي وزاره الصحه والبرلمان. نقابة الأطباء مسؤولة عن حقوق الأطباء. في تاريخ النقابة كم مرة عاقبته طبيب لأنه ارتكب أخطاء طبية؟ كتير. اسأل وزارة الصحة ده كل يوم بتبعت لنا ملفات قد كده وفي ناس بتتوقف. أنا معلش يا جماعة أنا ما قطعتش وعايز أخد الوقت بتاعي بس عشان موضوع المسؤولية ده يهمنا جدا جدا وخصوصا بعد الحوادث الأخيرة بتاعة الحبس الاحتياطي وده اللي حرك زملائنا في اللجنة ونشكرهم جدا جدا على الاهتمام بالموضوع. الموضوع من سنه بقى له 13 14 سنه لم يطرق من سنه 2004 ايام الدكتور حمدي السيد. النهارده بقى في حراك داخل لجنه الصحه وحاسس ان في اراده لاخراج طبعًا. شيء لفض الاشتباك بين حقوق المرضى وحقوق الاطباء. ايه هي المسؤوليه الطبيه؟ المسؤوليه الطبيه ليست هي ما يسمى اهمال طبي ولا اخطاء طبيه. المسؤوليه الطبيه هي محاوله لتحديد من هو المسؤول اذا وقع ضرر للمريض. الضرر ده ممكن يكون حاجات كتيره واساسا في الخارج بيسموها مسؤولية المستشفيات. المستشفيات مش مسؤولية الأطباء. ليه؟ لأن ممكن يكون صح. المشكلة دي في جهاز صح. ممكن يكون في نظام ممكن يكون في عدم توفير ترتيب الأدوات اللي تمكن أدوات الطبيب أدوية حاجات كتيرة جدا صحيح. عشان كده احنا دايما القرارات اللي احنا القوانين اللي بندخلها بنبص عليها أول حاجة كأطباء يعني هل هي تعيد الأمور لنصابها بأن تحدد أن المسؤول هو المؤسسة المقدمة للخدمة الطبية بما داخلها من أطباء وتمريض وعمال وإداريين وغيره. أي قانون بيطلع يقول أن مزاول المهنة هو المسؤول وحده عن مسؤولية كاملة ده ظلم طبعا. صحيح. وأنا كلمت مع الدكتور أيمن هو متوافق معايا في هذه النقطة وقال لي لازم تتعدل في مشروع القانون المقدم وعشان كده أنا بشكره وبقول إن في إرادة حقيقية لتغيير. تم تقديم مشروع حتى القانون اللي كان طالع من نقابه الاطباء كان فيه نفس الخطا وانا وكلمت زملائي في هذا الموضوع وقلت ما اصل احنا بصراحه يعني حضراتكم اطباء طبعا احنا لازم ماشيين زي ما بيقولوا كده بنعمل بمشرط دقيق لان انا لا انا عايز اذي الطبيب لان الطبيب ده هو مقدم الخدمه لو انا رعبته هيشتغل ليه؟ مش هيشتغل. انا مقيداه بالعكس انا عايزاه يشتغل بس في نفس الوقت عايزه احط حدود فاصله لتحمل مسؤولياته المهنيه. فاول نقطه لازم الناس تفهم ما هي المسؤوليه الطبيه. هي ليست مسؤوليه الاطباء وانما مسؤولية الفريق أو المنظومة الطبية كلها وليست الفريق حتى واحده. دي أول نقطة. النقطة الثانية التعريفات. التعريفات مهمة جدا جدا ومشروع القانون بدأ بداية صحيحة بالتعريفات. التمس من الدكتور أيمن استكمال التعريفات بأن يكون في كل مادة حاجة من الحاجات الأربعة الأساسية. نمرة واحد الجرائم الطبية. في حاجة اسمها جرائم طبية. هناك أفعال طبية يجرمها القانون زي إيه؟ تجارة الأعضاء زي ختان الإناث زي الإجهاض غير الشرعي. دي حاجات لها عقوبات. أنا عايز أعرف هذا الكلام عشان يبقى واضح. لا أصلا الجرائم الطبية إمتى حد دخل يعمل عملية وعمل عملية تانية؟ كان في ناس بتدخل تعمل عملية لا في طبعا في أخطاء موجودة. أنا ما بقولش ما حصلش حتى نصلح علينا أن نعترف بالأخطاء الموجودة. دي نمرة واحد. يبقى في جرائم طبية. في حاجة تانية اسمها الإهمال الطبي. الإهمال الطبي يجب أن يعرف تعريف صحيح وهو الإفراط أو التفريط في الواجبات أثناء القيام. والواجبات هنا أنا لسه بتكلم على إيه؟ على المؤسسة وليست فقط على الطبيب. يعني أنا استقبلت المستشفى غير مجهزة غير مرخصة غير ومن ضمنهم طبعا أنا بتكلم على المؤسسة كمنظومة كاملة. تمام. ما هو الطبيب عنصر فيه طبعا. يعني إيه إفراط أو تفريط؟ إفراط يعني أنا سبت شغلي ومشيت ما عملتش كل اللي عليا عملت حاجة أقل من المطلوب ده التفريط. الإفراط إن أنا أعمل حاجة زيادة لم أوفر الرعاية الصحية تمام اللازمة للمريض في هذه عملت حاجة مش مفروض تتعمل في هذا المكان أو تركت موقعي أو عملت حاجة مش في تخصصي صح. أو عملت حاجة أعلى من درجة تخصصي في التخصص. كل الكلام أنا بنعيد مع بعض علشان الناس اللي ما قريتش هذا القانون. بعد كده الحاجتين التانيين بقى دول الحاجتين دول إحنا ما عندناش مشكلة إن اللي يعملهم يتحبس. يعني بعض الناس بتعتقد ان الاطباء عايزين يتعالوا على المجتمع ومش عايزين يتحبسوا. لا، من يخطئ ويخرج على القانون في الجرائم يتم حبسه. تمام.
من يثبت سميتها جرائم. طبعا من يخطئ من يثبت اهماله بالحاجات اللي احنا قلنا عليها يثبت يتحبس ما فيش مشكله. هنيجي ما احنا هنيجي بعد كده من بعيد يا دكتور سمير ليس ببعيد دلوقتي اكمل بس اكمل بس ما احنا هنيجي الطريقه شهور معلش يا دكتور سمير بس هفكر من 3 شهور ايه اللي حصل في قانون زراعه الاعضاء قانون 5 سنة 2010 تغليظ العقوبه وصلت لحد الايه الاعدام طبعا تمام يعني اقصد ان احنا مش سايبين الطبيب يعني من سيحدد ان سين مين اللي هنجيل لها في القانون جايين لها في القانون في حاجتين تانيين بقى اللي هم المهمين جدا بالنسبه لنا كأعضاء مين حكم بيني وبين الطبيب ما هيبقى في هيئه احنا هنقولها لكن خلينا في التعريفات المهمه جدا جدا الحاجتين اللي احنا بنشتكي ان احنا بنظلم فيهم وان هذه الشكوى ستؤدي الى ضرر رهيب بالمجتمع وبالمرضى اللي هي المضاعفات تمام اللي هي المذكوره في كل الكتب العلميه ومعروفه والناس دلوقتي اي حد بيحصل له نتيجه مش عاجبها يعني نتيجه الممارسه الطبيه انا مش عاجبني حصل مشكله بروح على طول شاكي الطبيب ويجي محامي مالكش دعوه انا هاخد نص الفلوس ولا حتى عايز منك المصاريف بس دول قاعدين كده ويروح شاكيه واخد بال حضرتك وهو وحظه جال ورق يعني ممكن وكيل النيابه يجي له ورق متستب بطريقه جيده يروح مطلع امر ضبط واحضار للطبيب وهو مجرد مضاعفه واحد عنده السكر حصل له مشاكل ورجله اتقطعت مثلا يعني واحد عنده الضغط زياده جاله نزيف المخ دكتور خالد عشان احمي الطبيب من ده لا يوجد لن يوجد بعد هذا القانون منشأة طبية لن تؤمن ضد مخاطر لن ترخص هو اوريدي موجود في النقابة هو اوريدي موجود في النقابة اللي يجب ان يكون اجباريا وانا مع الدكتور ايمن بالقانون لا بالقانون لازم يكون كلنا كدكاترة بنعمل الوثيقة ومش حافظ